ديريكت للرحه ديريكت ما يغسلوه والو ومنقي. ها شوف درنا انطلاق يعني حمله الحصاد على مستوى ولايه البليده، يعني نتباشروا الخير. المساحه اللي كانت في السنه الفارطه كاين 2850 يعني هكتار اللي تم الاستغلال تاعها وتم عمليه الحصاد، يعني مقارنه بالسنه 2022 والسنه 2023 بالرغم يعني من التقلبات الجويه، أنا نقول باللي المساحه اللي زادت هنا في ما يفوق 5%. الحمد لله جات نعمه خير ربي جا، فهمت؟ مع اللي زاد طاحت الشتا التاليه هذه سقمات، وبكري كان ينوض الحشيش لداخل يدخل للواحد ما يبانش، اللي فيه زوج مترات ما يبانش، ودروك راك تشوف راه مخدوم، تقول خدم تقول خدمه الرادي، خدمه بلاتفورم، راه جاي نيفو هايل، وفيه النعمه ان شاء الله، فيه خير ان شاء الله.